السلام عليكم. وجد لي راسك مزيان، هاد الحلقه تكون شبعانه معلومات، عالم ما بغيتيش تاخذ فكره وصافي. المهم بالنسبه للمصادر، هادشي كامل اللي وجدته خديته من الانترنت ومن افلام وثائقيه، المهم ودي معاك شي فكره وصافي. كلنا كنعرفوا دوك المجالدين الرومانيين اللي كيقولوا لهم غلادياتور، هذوك الصحاح المقطرين اللي كنشوفوا في الافلام اللي كيعرفوا يضربوا. ما عليناش، بغاو يديروا واحد الدراسه عليهم حيت كانوا صحاح تبارك الله. استخرجوا بقايا 68 مجالدا على الاقل من المقبره ديالهم، ومن بعد ما داروا التحليل ديالهم لقاو بزاف ديال المعادن في العظم ديالهم. وهذا الشيء اللي خلانا نعرفوا باللي المجالدين كانوا متبعين واحد الحميه عاليه الجوده، هادشي اللي خلاهم يديروا عضلات قويه وعظام قويه. كما كنعرفوا كل طعام كيعطينا واحد الكميه مختلفه من سترونتيوم في العظام، وكتكون مستويات ديال سترونتيوم عاليه عند الناس النباتيين، وكتكون منخفضه عند الناس اللي كياكلوا اللحوم. داكشي علاش لقاو المجالدين كانوا نباتيين بالدرجه الاولى. ولكن ان الفكره ديال دوك المقاتلين المحترفين الاصليين كانوا كياكلوا غير النباتات بشكل رئيسي صافي، راه ما بغاش تدخل لي راسي. اجي نشوفوا واحد المقابله كانت ما بين جوج ابطال، نيت دياز وماكغريغور في UFC. نيت دياز كان كيتبع واحد الحميه نباتيه على عكس ديال ماكغريغور كان كياكل اللحم بزاف، ولكن في الاخر كانت النتيجه صادمه. الفوز ديال نيت دياز على ماكغريغور، واخا كانوا الناس مقمرين باللي ماكغريغور كان غادي يربح نيت دياز. He just shook up the world. How's that feel? Hey, I'm not surprised, motherfuckers. ولكن في الاخر اعترف ماكغريغور باللي نيت دياز كانت عنده واحد الطاقه رهيبه في المعركه، وهذا الشيء اللي خلانا نعرفوا باللي نيت دياز ماشي هو المقاتل الوحيد اللي كان كيتبع حميه نباتيه. سكوت جوريك واحد من اعظم عدائي الماراطونات الطويله في العالم، فاز بسباق مسافته 217 كيلومتر 7 المرات على التوالي، وحطم ايضا رقم قياسي في غينيز لاطول مسافه قطعها في وقت وجيز، وهذا الشيء كامل وراء الحميه النباتيه اللي متبع. وكاين امثله حتى على بعض الحيوانات اللي عندهم بنيه عضليه رهيبه بحال الثور والحصان والغوريلا ونباتيين. ولكن بغيت نعرف امتى ومنين جا داك المفهوم ديال ان اللحم كيعطيك الطاقه. رجعت للقرن 19 ملي افترض واحد الكيميائي الماني شهير سميتو يوستوس فون ليبيغ باللي طاقه العضلات المصدر ديالها هو البروتين الحيواني، وباللي النباتيين يعني الناس اللي كياكلوا النباتات ما يقدروش يمارسوا تمارين رياضيه طويله. وهاد المعتقدات ديال ليبيغ كانت مقبوله في نطاق واسع كبير بزاف، لكن من بعد ما اكتشفت الدراسه العلميه باللي العضلات كتغذى الكربوهيدرات اللي كاينه في النباتات كان داك الساعه فات الحال. الناس في العالم كاملين تيقوا الافكار ديال ليبيغ، ولكن ماشي كلشي اقتنع. في 1908 كاع الرياضيين اللي كانوا متبعين الحميه النباتيه بداو كيديو اول ميداليات ديالهم. ايميل فويت الميداليه الذهبيه في سباق 8 كيلومتر، بافو نورمي 9 الميداليات الذهبيه، موري روز 4 الميداليات الذهبيه، ادوين موزيس 2 ميداليات ذهبيه، كارل لويس 9 الميداليات الذهبيه. وفي هذا الوقت اللي عايشين فيه حنا دابا كاينين ابطال متبعين حميه نباتيه بحال مورغان ميتشل بطله استراليا لسباق 400 متر 2 ديال المرات. اجي نشوفوا واحد البطاله واحده اخرى، دوتسي باوش بطلة في مسابقة الدراجات الأمريكية 8 ديال المرات، وربحات حتى في سباق الفرق النسائية في الأولمبياد، والعمر ديالها كان 40 سنة. داكشي علاش غتكون هي أول متسابقة اللي غتشارك في هاد الرياضة بهاد العمر هذا. ولكن اللي بغيت نعرف هو أن هاد الرياضات خاصك ليهم طاقة بزاف، والطاقة بوحدها ما كافياش، إذا خاص حتى القوة، معنى آخر خاص البروتين، والبروتين كاين في اللحوم، ولكن هاد الناس ما كياكلوش اللحوم، يعني كاع البروتينات اللي كياكلو غير من النباتات صافي. ولكن البروتينات اللي كياكلو من النباتات واش كافيهم باش يمارسوا بحال هاد الرياضات؟ وحده من اكبر المفاهيم اللي خطأ على التغذيه الرياضيه هو انه خاصنا ناكلو كاع البروتينات اللي من مصدر حيواني بحال اللحوم باش نوليو صحاح ومقدرين. زقزقزق بلاش بلاش، هادشي غلط معلم. كاع داك البروتين اللي كناكلو اللي كيكون في اللحم شنو المصدر ديالو؟ المصدر ديالو هو النباتات. علاش؟ حيت البقره كتاكل النباتات، يعني البقره غير وسيط بيننا وبين البروتينات النباتيه.
ولكن شنو نقدروا نقولوا على الجوده ديال البروتين؟ ديما كنا كنسمعوا البروتين النباتي باللي هو اقل جوده. لا غلط هادشي. واجي تسمع مزيان وغتفهم. البروتينات هما واحد السلسله من الاحماض الامينيه اللي ما كيقدرش الجسد ديالنا ينتجهم. هادوك الاحماض الامينيه هما ضروريين، داكشي علاش خاصنا نجيبوهم من الماكله. وداروا بزاف ديال الدراسات واكتشفوا باللي النباتات فيهم جميع الاحماض الامينيه الضروريه وبكميات متنوعه كاع وبلانات. ولكن بالنسبه لدوك الناس الصحاح المقطرين شنو نقدروا نقولوا عليهم؟ كيندريك فاريز ممثل امريكا في رفع الاثقال في اولمبياد ديال 2012 و2016، وحطم جوج الارقام قياسيه امريكيه، وفاز حتى بواحد البطوله امريكيه سميتها بان امريكا. المهم داكشي في امريكان وصافي. باتريك بابوميان وارد السيد صراحه. باتريك من اقوى الرجال اللي كاينين على هذا الكوكب، ودى بزاف ديال الارقام قياسيه عالميه، ومنهم اللقب ديال اقوى رجل في العالم. دا حتى واحد الرقم قياسي عالمي دخلوا الجينيز بالرفع ديال 555 كيلو على كتافه. صراحة هذا الراجل تبارك الله تبارك الله. والبلا الوعر هو انه متبع حمية نباتية 10 سنين وما كياكلش اللحم. داكشي اللي كناكلو قبل من ترينيو عنده واحد التأثير كبير على الاداء ديالنا الرياضي. كاينه واحد الصله مباشره بين الوجبه اللي كناكلو وعمل البيطانه. والبيطانه هي عباره على واحد الغشاء من الاوعيه الدمويه، وهي اللي كتنظم تدفق الدم في الجسم ديالنا. وكما كنعرفوا ان واحد المجموعه كبيره من العضلات او عضو كيحتاجوا لتدفق ديال الدم اكبر، داكشي علاش هي كتوسع وكتنفخ. ولكن ملي كتكون البيطانه ضعيفه ما كتقدرش تنتفخ وما كتقدرش تخلي حتى تدفق الدم يكون مزيان، داكشي علاش كتخلي الاداء الرياضي يكون ضعيف بزاف. هاكا داروا دراسات كيأكدوا على كيفاش تقدر وجبة حيوانية واحدة تأثر على تدفق ديال الدم، على عكس النباتات فهي عندها التأثير العكسي تماما، كتحسن من عمل البيطانة وكتزيد حتى من تدفق ديال الدم. مزيان؟ والله إلا مزيان. وزيدك هاد الفكرة تاهي، إلا شربنا عصير ديال الشمندر قبل التدريب كيزيد من معدل الكفاءة بواحد النسبة اللي كبيرة. وكتساهم أيضا الحمية النباتية في سرعة التعافي من الإصابات وتعافي العضلات حتى هما من شي مجهود قامت به. زيد مازال. وكتنخفض حتى مؤشرات ضغط الدم والكوليسترول ومؤشر الالتهاب في الدم، على عكس الوجبات الحيوانيه. ملي كناكلو شي وجبه حيوانيه كيبدا يتشكل واحد الانسداد في الشرايين التاجيه. كيفاش؟ ما فهمناش. الانسداد الشراييني هو تجمع دوك الكريات اللي كتشوفو في الشرايين، وايضا منع تدفق الدم، وداك الساعه القلب كيواجه مشاكل حقيقيه. داكشي علاش كنفسرو باللي كاع دوك الناس اللي كياكلو بروتينات من مصدر نباتي خطر الاصابه بامراض القلب كتكون قليله بزاف بنسبه 55%. داكشي علاش كنفسرو بان الحميه الوحيده اللي كتعالج الامراض القلبيه هي الحميه النباتيه، وهالي ما بغاش يتعالج وصافي. لوسيوس سميت مهاجم سابق في اتحاد كره القدم وحزام اسود في رياضه الجوجيتسو تبارك الله، وايضا مدرب القوه والتاهيل، كيتبع حميه نباتيه اكثر من 10 سنوات، وحاليا العمر ديالو 60 سنه. تريحش من 60 سنه بزاف والله الا 60 سنه. قلت تبارك الله تبارك الله والله الا تبارك الله. داكشي اللي كناكلو عنده واحد التاثير كبير على الصحه ديالنا. بالنسبه للناس اللي كياكلوا البروتين الحيواني بزاف هما اللي عرضه بنسبه 75% من الموت المبكر. زيد على هذا الشيء معظم انواع السرطان. يا ربي السلامه. اجي ناخذ واحد النظره على لاعبي كمال الاجسام. نيماي ديلغادو بطل بناء اجسام طبيعي محترف. غتشيقني الا قلت لك عمرو كل شي طرف ديال اللحم في حياته. اياه سيدي عمرو كل غتشيق ولا لهلا. اجي ناخذ واحد الفكره سريعه على فكره تسويق السجائر، يعني الناس كيفاش كانوا كيبيعوا الكارو. كانوا كيقنعوا الشباب بان التدخين مفيد ليهم، داكشي علاش الشركات ديال السجائر مشاو عند شي رياضيين مشاهير رموز الرشاقه والصحه الافضل باش يديروا لهم اشهارات ديال السجائر ديالو. ولكن ملي مات بيبروت واحد اللاعب من سرطان الحلق في بدايه الخمسين من عمره بدا الدليل العلمي كيتراكم، داكشي علاش كان خاصهم شي خطه بديله باش يبيعوا دوك السجائر ديالهم. قالوا راه مشيو عند الاطباء يديروا لنا الاشهار. اييه ولكن في الاخير تمنعوا الاعلانات ديال السجائر من البث الرياضي في الوقت اللي بدات كتبان الصناعه ديال واحد الفكره اللي كبيره، وهاد الفكره غادا كتكبر يوم على يوم حتى بدات كتبان مع جيل جديد من الرياضيين اللي كنعرفوهم بزاف، وماشي اي رياضيين، رياضيين رمز القوه والنجاح. ولكن ما دازت شي فتره طويله حتى بدات الادله ضد الاطعمه الحيوانيه كتبان طبيعه الحال، مع وجود ادله كثيره علميه اللي كتربط الاطعمه الحيوانيه بكثير من الامراض الفتاكه الشائعه. هاكاك
من هذا الشيء كنستنتجوا بان الوصفه اللي بغاوها بالنسبه لتعميم فكره ان المنتجات الحيوانيه جيده كانت تعمل بشكل رائع، كانت خدامه مزيان بالنسبه للناس اللي كيبيعوا طعام من مصدر حيواني، وخدامه حتى بالنسبه للناس اللي كيبيعوا الادويه لعلاج الامراض الذي يسببها ذلك الطعام الحيواني، وخدامه حتى بشكل رائع للاعلام حيت يقدر يعطينا كل مره قصه جديده على الحميه. اوكي اذا هذا الشيء خدام اليوم مزيان وياه، ولكن في الاخير كتبقى الحميه النباتيه هي السائده ديما، وهي الحميه الصحيه اللي كيوصوا بها الاطباء كاينه. بالنسبه للمراعي والاراضي المزروعه للحيوانات كتاخذ واحد المساحه اللي كبيره في العالم، كتستخدم مزارع اللحوم والالبان والبيض والسمك 83% من اراضي العالم الزراعيه، ولكن كتوفر غير 18% فقط من السعرات الحراريه في العالم. ويلي هادشي بزاف، اجي زيدك حتى هادي. كتستهلك الحيوانات معدل البروتين 6 مرات من داكشي اللي كتنتجو، ايه ما طلعتش سهله. بسبب استهلاك اكثر من 70 مليار حيوان سنويا في العالم، كيتطلب زراعه الطعام لهاد الحيوانات اراضي ضخمه جدا، هادشي اللي كيخليه من اكبر مسببات التصحر، حيت هادشي كيبغي كميات كبيره من المياه، وبالتالي هادشي اللي خلى 25% من الانهار في العالم ما كتوصلش للمحيطات، وهادشي كامل بسبب انتاج طعام الحيوانات. وين هاد الحيوانات ما ساهلينش. واحد المثال بسيط، شطيرة برجر واحدة كتساوي 2400 لتر من الماء المستخدم، بين وبينكم ماشي الضياع هذا. زيد على هذا الشيء 27% استهلاك المياه العذبة كتمشي غير لإنتاج الطعام الحيواني فقط، وحتى بنسبة تلوث المياه تاهي طالعة بزاف. واش في خباركم باللي معدل استهلاك اللحوم في أمريكا كثر 3 مرات من الاستهلاك العالمي؟ إذا التحول من الحمية الحيوانية إلى الحمية النباتية غيقلل الزراعات اللي كتعطى الحيوانات، وهكا غادي نكونوا قدرنا نوفروا 1 مليون لتر من الماء بالنسبة للشخص الواحد سنويا. إياه، وهكا غادي نكونوا خففنا الضغط على الكثير من الأنظمة البيئية. سيادنا الحلقة سالت، كنظن تكون ديتي معك شي فكرة. مهم صحتك، ما تنساش دير ابوني لاشين باش يبقى يوصلك الجديد ديما، وكتب لينا في كومنتير شي فكرة على شي حاجة بغيتي تعرفها مزيان، بحال والو تكون هي الموضوع الجاي ديال الحلقة. خوت، السلام عليكم.